صلصة الشوكولات ولا صوص الشوكولا بمكونات سهلين وكتجي لذيذة وكتري صغار تيحماقو عليها. عندنا كاس لاروب ديال الحليب، معلقة كبيرة ديال المايزينا، معلقة كبيرة ديال الزبدة، دو ساشي كاكاو، دو ساشي ولا معلقة كبيرة ديال الكاكاو، وعشرة القطع ديال الشوكولات. دابا بقاو معايا باش تشوفوا طريقة التحضير اللي هي سهلة بزاف. أول حاجة غندوبو الحليب مع المايزينا، نخلطوها مزيان تدوب، وغنخلطو كاع المكونات اللي باقي ونديرهم فوق البوطة لحتى تبدا تعقد. ما تعقدش بزاف، غتكون غير بدات تجمع شوية ونطفيو عليها. بعد ما خليناها فوق البوطه حتى عقدت، غير ما نخليوهاش تعقد بزاف باش ما تجيناش قاسها، خصها تبقى شويه جاريه بحال هكا. صافي نطفيو على البوطه. فوالا البنات، هاي لاصوص شوكولا ديالتنا هي واجده وكتجي زوينه، كونتيتي كتجي بزاف. فهي ملي الى عقدت لكم بزاف حاولوا تزيدوا عليها شويه الحليب باش تبقى جاريه، ما خصهاش تكون عقها عقده. هاد لاصوص كتخدمي بها في كاع لي كيك لي كريب بان كيك، كتنفع بزاف. غير هي راه ما كتصبرش بزاف، عندها اون سيمين في الثلاجه صافي خصها تكال. ايوا بالصحه والراحه البنات، نتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم وتعجبكم هاد الطريقه ديال لاصوص الشوكولا ديالي.